تواصلي مع الاخوان ديال وسائل الاعلام باش شرحنا لهم واحد وعطينا لهم الحصيله ديال الموسم الكروي ديال 2020-2021. في الحقيقه اللي كاين واحد موسم اللي هو موسم استثنائي بالنسبه للنادي المديرجية، بحيث انه كان التعطل اللي كان في البدايه ديال الموسم الكروي، وكذلك الانجازات اللي حققها في هذا حتى الاخر مباراه ديال في الدور في البطوله الاحترافيه انوي 1. والحمد لله بفضل الله وبجهود ديال اللاعبين وديال الاطر التقنيه والفنيه وكذلك الاطر ديال الصحيه والاداره، تمكن المدير الوجهي هذا الموسم انه يحتل المركز الخامس، وانه قدم واحد موسم كما قلت استثنائي. وكذلك شرنا في هذه الندوه صحفيه استراتيجيه اللي غادي نكونوا باش نخدموا بها العام الموسم المقبل ان شاء الله، وكذلك في انتظار انه في الحسم بالنسبه للتجديد ديال المدرب مسيو برنار كازوني اللي تحسم في الساعات ولا الايام المقبله ان شاء الله، وكذلك الجديد لبعض اللاعبين وضخ واحد دماء جديده في فريق النادي المديرجية بالنسبه للموسم المقبل ان شاء الله، باش يكون فريق تنافسي كما عهدنا الجواهر المديرجية ديالنا، وانه يقد يحل المراتب متقدمة للموسم المقبل. وكنتمنى انه الاجواء الملاعب تولي بالجماهير ديالها وبالاجواء والجماهير ترجع للمدرجات، لانه هو راس المال ديال الفريق هو الجماهير ديالو، لانه كيعطي الاضافه والشوق واثاره للبطوله. وحقيقه هذا العام وكان معنا الجماهير في الوجديه في المدرجات تكون نتائج احسن من هذا الموسم. كما شرت انه في الندوه الصحفيه انه كباقي الفرق والانديه المغربيه توصل نادي مدير الوجديه برساله من جامع الملك المغربي لكره القدم، لانه كيقول انه كتمنع عنده الانتدابات لتعداد المنازعات ديال اللاعبين في لجنه النزاعات في الفيدراسيون، وحنايا رانا كنشتغلوا في هذا الجانب بانه باش نخرجوا من هذه الازمه، وانه يكون عندنا الفرصه باش انه ننتدبوا ونجيبوا لاعبين جداد، وهذا هو الاختصاص ديال الرئيس والمكتب المديري اللي ان شاء الله غادي نديروا. وهذا ما كيعنيش انه نادي مجية ما كيعانيش بازمه ماليه، فعلا نادي المجدية كيعاني بأزمة مالية، وهذا راجع الحقيقة خصوصا المداخل ديال الجماهير اللي ما كايناش، وحقيقة والنقص في المستشارين اللي حقيقة الشركات الكبرى هذا على الصعيد العالمي انه ضرت بها بالجائحة ديال كوفيد 19. ونتمنى انه ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء وتولي الامور طبيعتها. وكذلك كنطلب وكنوجه النداء للساكنه ديال وجده وكاع المستثمرين والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين ديال مدينه وجده ان يلتفوا حول الفريق، لان يد واحده لا تصفق، وانه نادي المجدية محتاج كاع الوجديين ان يلتفوا حوله، انه باش يدعموه باش يمكن يحقق المبتغى ديالو، انه يلعب مراكز الاولى ان شاء الله، ولما لا يشارك في بطولات افريقيه في المستقبل.